يعني تقول الراتب يقعد معاك من اول يومين يطير خلاص يومين اذا يوم زين اذا قاعد راتب ايش كثر يبقى معاك نهايه الشهر نص الشهر اول اسبوع يطير اقعد بالبيت شفت خزتي لك هذه اول اسبوع ما يبقى شيء كله طاير وساكن برا يمكن 10 شهر ادخل مرحله الخطر اذا مو قبلها بعد وين يروح زين خلص الحين لو تعطيني 1000 دينار تخلص بعد شوي وين توديها زين خلك ببيت ابوك لا تقول لك ابي بيت برا بيت ابوك يعزك بيت ابوك يعزك اي توفر تعرف السياره اذا شافت فلوس ولا شيء بطلت حلجه تطلع تلاقي سيارتك مزلغه تدخل شوي شارع زينه لا شارع زينه لا انا ادش عند مكاين قهراد اللي ويا عيالي يمشون ورا قطار وانت بتوفر من المعاش وتقول لي المعاش عاش وخوفك انه ما يعيش خله يعيش عندي عيش يا بعد عمري عيش خلنا عايشين على الله اللي ما تسحب كاش كله كنت 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 لما خلاص بالضبط انا شلت قبل بيع عشان لا ازيد الصرف زياده والله قمت تناسبوك الحمد لله وان شاء الله يقعد يومين بعد زياده يا بعد بس اذا كانت عشرينات طيبه ترى اعانتي طال عمرك 200 دينار يصفى لي اخر الشهر 250 يمكن انا ما فهمت واللي يتابعون ما فهموا تقول 200 واخر الشهر تصير 250 سالب 250 يعني فاضيه مرات 50 مرات نحن الوالد والله انا عن نفسي اقدر اخلصه بيوم واحد دير بالك تسلم 1000 دينار انا اتبع طريقه معينه اقسم 4 اسابيع حق الشهر من هذا الجواب للناطره اي نعم كل اسبوع اخلي مبلغ بقى منه راح لحق الاسبوع الثاني يعني مثلا اذا صار عندي راتب يعني انا يعني راح استغل نص المعاش يعني احطه بمشروع استثمار ها كذا انت مشيت بالطريق الصحيح اي ساكن عند بيت الحج اي الوالد اي ساكن عند هذا احلى سر لازم تتبعونه مو بيت بروحي تاذيك تقدر ما تقدر لا تضغط على نفسك استانس يا حبيبي هرفش نعمه من الصحه والعافيه تسوى المعاش ويد المعاش اهم شيء صحتك وعافيتك هذا لابد منه خلاصين منه ان شاء الله الكل ان شاء الله نفس الحجي يتبع النظام هذا يوفر معاشه كبرتني حجي تبي نزوجك لا ما تقدر يعطيك العافيه الله يعافيك سلام عليكم